هناخد سؤالين لسيادة الوزير وسؤالين للسمو الأمير. أستاذة سوزي جنيدي، الأهرام العربي. شكرا. سؤالي لسيادة الوزير دكتور بدر عبد العاطي، ما هي رؤية سيادتكم بالنسبة للتنسيق والتعاون العربي في ظل الأزمة الشديدة والغير مسبوقة بالنسبة للحرب على غزة والضفة الغربية، وأيضا جهود وقف التوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار، خاصة في ظل اللقاء اليوم مع معالي وزير الخارجية المملكة السعودية، وأيضا اللقاءات العربية اللي حضرتك أجرتها، وأيضا لقاءات الجامعة العربية اليوم. شكرا. شكرا جزيلا. طبعا يعني كان كما ذكر السمو الأمير، القضية الفلسطينية كانت على رأس الملفات التي تباحثنا بشأنها اليوم. أيضا كان في قرار اتخذه وزراء الخارجية العرب اليوم خلال جلستهم التشاورية المغلقة على أن يتم التركيز على ملف واحد فقط، هو الملف الفلسطيني، وتأجيل باقي الملفات إلى دورات قادمة، إيمانا من الوزراء العرب بحتمية وأولوية التركيز على الملف الفلسطيني في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني واستمرار العدوان الممنهج في ليس فقط في قطاع غزة ولكن في الضفة الغربية، فضلا عن انتهاك المقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس. فبالتأكيد التنسيق والتعاون مستمر. الجهود المصرية القطرية الأمريكية لم تتوقف ولن تتوقف. المهم على أن يرقى الطرف الآخر إلى مستوى التحدي، وأن تكون هناك إرادة سياسية للقبول بصفقة تبادل الأسرى والرهائن وبما يضمن وقف إطلاق النار. العناصر واضحة، والمهم هو توفر الإرادة السياسية بما يؤدي إلى التوصل إلى هذه الصفقة. لن نتوقف عن جهودنا الرامية إلى وقف العدوان عن أهالينا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية من خلال التوصل إلى هذه الصفقة وبما يضمن وقف النار. سنستمر في هذه الجهود، وبنستغل أيضا اتصالاتنا مع ليس فقط مع أشقائنا العرب ولكن أيضا مع أصدقائنا في العالم كله لممارسة أقصى درجات الضغط على الطرف الآخر حتى يتجاوب مع هذه الجهود ويتم وقف هذا العدوان ووقف حمام الدم الذي ينزف منذ أكتوبر. الآن قربنا على العام، وهذا يعني أمر يعني يندى له الجبين أن يقبل المجتمع الدولي بهذا العدوان واستمراره بصمت مطبق وأمر غير مقبول على الإطلاق. ومرة أخرى سنستمر في جهودنا المخلصة حتى نصل إلى هذا الهدف بوقف إطلاق النار وبما يؤدي إلى تسوية هذه القضية على أسس واضحة وفقا للمرجعيات المعروفة ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية. أستاذ رندا أبو العزم العربية. يعني أنا هطمع في سؤالين. سؤال لمعالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، برغم جهود الوساطة اللي طبعا احنا بنتابعها وجهود اللجنة الوزارية المشتركة اللي تقودها المملكة العربية السعودية بشأن غزة لإيقاف إطلاق النار، لكن المستجدات الأخيرة بسبب تعنت إسرائيل ونتنياهو لا تبشر إطلاقا بقرب وقف إطلاق النار، فما هي الحلول المطروحة؟ ويعني برأي سموك كيفية أو صعوبة تنفيذ هذه الحلول؟ والسؤال الثاني لمعالي وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، استمعنا قبل اجتماع اليوم الوزاري لتصريحات من وزير خارجية لبنان يعني ربما كانت جديدة نوعا ما، بيذكر فيها استعداد الحكومة اللبنانية للدخول في وساطة غير أو مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل. هل تم طرح هذا الموضوع في الاجتماع؟ وهل مصر يمكن أن تقوم بدور في وساطة أو مفاوضات أخرى بين لبنان وبين إسرائيل؟ شكرا. شكراً
اعتقد حقيقة اللي نراه في تأخر الوصول إلى وقف إطلاق نار في غزة هو دليل متكرر، لأنه الأمر أصبح مسألة ما يقرب عن سنة، هو دليل متكرر لفشل منظومة الأمن الدولية. يعني أن يستمر هذا المستوى من القتل وهذا المستوى من الدمار وهذا المستوى من التعدي على كل قوانين حقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولي بعجز كامل من منظومة الأمن الدولي للتصدي له، يعني أننا أمام موقف يجعل من الضروري أن يكون لنا حوار ليس فقط عن كيف نصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، لكن أيضا كيف نعيد النظر في منظومة الأمن الدولي كاملة. الحقيقة نفعل كل ما نستطيع لتوحيد الجهود لزيادة الضغط على المجتمع الدولي للتعامل بجدية حقيقية مع هذه الكارثة الإنسانية، لكن أمام التعنت في الطرف الإسرائيلي كما أشرت ورفض الوصول إلى وقف إطلاق نار يكون هناك حاجة لمزيد من الأصوات من العالم العربي من العالم الإسلامي من العالم أجمع مطالبة بالوصول إلى وقف إطلاق نار اتساقا مع مبادئ القانون الدولي، وكل ما نطلب منه هو تطبيق القانون الدولي. يعني الدول العربية والإخوة في فلسطين لا يطلبون المستحيل، يطلبون تطبيق القانون الدولي. يبقى السؤال على المجتمع الدولي، هل القانون الدولي هذا له معنى أم تطبيقه بانتقائية حسب المصالح؟ والجواب على هذا السؤال ربما واضح، لكنه له معاني وله تبعات على المدى البعيد، وهذا جزء من الحوار الذي نخوضه مع شركائنا بالذات في الدول الغربية، وسنستمر. وهذا أعتقد من أهم المهام التي طلعت بها اللجنة العربية الإسلامية المشتركة، وشاهدنا بعض الفاعلية لهذا الحوار، من ذلك ما شاهدناه من اعتراف بعض الدول بفلسطين، وهذا كان منها إشارة واضحة أنها تقول لا وكفى، أنها تقول لا وكفى لرفض أسس القانون الدولي، منها حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. هل وصلنا إلى نهاية المطاف؟ بالتأكيد لا، واضح أن هناك مشوار لا زال علينا أن نمضيه، لكننا عازمون على المضي فيه. وما أشار إليه معاليه من تخصيص الجامعة هذا اليوم في قراراتها صرفا لقضية فلسطين هو دليل على تجديد هذه العزيمة، وسنستمر في العمل، ليس أمامنا إلا الاستمرار في العمل. فيما يتعلق بلبنان وقفنا واضح تماما. طبعا احنا مصر ضد التصعيد، بتبذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في المنطقة. انا كان السيد رئيس الجمهورية كلفني بالذهاب الى بيروت لنقل رسالة تضامن مع لبنان والشعب اللبناني والقيادة اللبنانية. احنا طبعا مع كل جهد مخلص لمنع التصعيد في المنطقة والحفاظ على لبنان ومنع أي اعتداء على لبنان وعلى شعبها الشقيق، وبالتالي هنستمر في جهودنا بالتأكيد من خلال اتصالاتنا مع كل الأطراف لتجنيب لبنان ويلات عملية التصعيد، وحتى لا يكون لبنان ضحية لأي تصعيد غير محسوب في المنطقة. أستاذة سارة شلاني من دستور. سؤالي لمعالي الوزير دكتور بدر عبد العاطي. تتعدد أوجه التعاون المصري السعودي في العديد من المجالات وتتزايد بشكل مطرد تحديدا في كافة المجالات التي تخص العلاقات التجارية والاستثمارية، فهل لك أن تطلعنا على آخر مستجدات تعميق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة؟ شكرا. يعني كما ذكر سمو الأمير وكما سبق أن ذكرت أن هناك جهد ضخم جدا بيبذل الآن من جانب مؤسسات الدولة في المملكة وفي جمهورية مصر العربية للانتهاء من بعض الوثائق والاتفاقيات الطموحة، في مقدمتها مشروع اتفاقية إن شاء الله هتكون الأولى من نوعها لدعم الاستثمار بين البلدين وحماية الاستثمار. هذه الاتفاقية ستكون لها دور أو سيكون لها دور
كبير في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين. احنا يمكن في المراحل الأخيرة الآن، وضع اللمسات الأخيرة على مشروع هذه الاتفاقية، وإن شاء الله هذا سيمهد بطبيعة الحال إلى إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وإن شاء الله يعني سنرى المزيد والمزيد من الأنشطة والتعاون بين البلدين. هناك استثمارات كبيرة للمملكة هنا في مصر تحدث عنها سمو الأمير، ولكن بالتأكيد بمجرد إقرار هذه الاتفاقية سيكون هناك مجالات أكبر، مجالات أرحب، مجالات أوسع لمضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر، وأيضا هناك بعض الاستثمارات المصرية في المملكة، وإن شاء الله يعني كل هذا بينقل العلاقة إلى آفاق أرحب بناء على مبدأ تحقيق المكاسب للطرفين، وده بيعزز من أواصر التعاون بين البلدين. وكما ذكرنا يعني دي هتكون خطوة أولية في تحت مظلة أوسع هي المجلس التنسيقي الأعلى، وهذا سيكون المؤسسة الأعلى في إدارة وتنظيم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة أنها تعقد تحت رئاسة فخامة الرئيس وصاحب السمو الملكي ولي العهد. شكرا. أستاذ محمد الخولي الشر. سؤالي لمعالي وزير خارجيات المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل، وهو متعلق بشأن الأزمة السودانية. نعلم بأن المملكة العربية السعودية منخرطة بجهودها لوقف نزيف الدم في الأراضي السودانية، واستضافت عدة جولات تفاوضية في جدة بهذا الشأن، ونعلم أيضا زيارة المبعوث الأمريكي للسودان في الرياض بالأمس. فمع هذا الحراك الواسع، هل نرى نتائج إيجابية على الأرض بهذا الصدد؟ شكرا. شكرا جزيلا. الحقيقة الأزمة في السودان طالت، ويدفع ثمن ذلك أشقاؤنا في السودان، ونرى استمرار في تدهور الوضع الإنساني بشكل يحتم علينا مضاعفة الجهود. وهنا يأتي التنسيق السعودي المصري في مقدمة الجهود لإيجاد حل ومخرج لهذه الأزمة. طبعا كان هناك منبر جدة، ومنبر جدة خرج ببعض التفاهمات الإيجابية المهمة التي تعالج بعض النقاط الأساسية. يبقى الآن الوصول إلى تطبيق هذه التفاهمات، وهذا ما نعمل عليه، نعمل عليه مع كل شركائنا، بالتأكيد كذلك مع الجانب الأمريكي، لكن في قناعتي أن الأمر يتعلق بجهد إقليمي قبل كل شيء، بدعم من الشركاء في كل مكان. و النقطة الأهم التي أختم بها أن الأمر في السودان طال، ولا بد أن نصل إلى نهاية هذه المعاناة. شكرا.